فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التبرك بتراب أحد قبور الأولياء أو بالصلاة عنده أو بالذبح له؟ ما يجوز التبرك بمخلوق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، تبرك بآثار الرسول المنفصلة من جسمه كالعرق والريق والشعر، تبرك به الرسول خاصة صلى الله عليه وسلم، وما عداه لا يتبرك بمخلوق. البركة من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله. وأنتم تعلمون قصة بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقصة ذات أنواط لما مروا على ناس من المشركين بعد غزوة حنين يعكفون على سدرة ويعلقون بها أسلحتهم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، بسبب أنهم حدثا عهد بالإسلام، يعني ما مر عليهم فترة تفقهوا في الدين وعرفوا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن أي الطرق، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. فالرسول أنكر عليهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في قبيلتنا عادة، درستم في كتاب التوحيد باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحو ذلك، وأورد هذه الآية وأورد حديث ذات أنواط. نعم.